طبعا هي الرسالة دي أهم رسالة يا أحمد. يعني إحنا بنقول لحضراتكم قد إيه أكتر فترة دلوقتي محتاجين فيها الدعم، دعم الجمهور، جمهور الأهلي اللي دايما في ظهر فريقه. وفعلا زي ما أحمد قال صوتكم واصل، يعني تأكدوا إن رغبة الفوز بأفريقيا واصلة جدا للعيبة، واللعيبة الحقيقة خليني أقول لكم إن هم في كامل التركيز، وده باين جدا من التدريبات. إحنا عندنا لعيبة بنثق فيها، بنثق في قوتها ومهارتها، إنه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تكون البطولة تسعى لينا. عندنا مدرب بنثق فيه جدا يا احمد، يعني ما بيفوتش اي تفصيله، التفاصيل الصغيره كلها. الماتش ده، المباريات اللي زي دي يا احمد تبقى بنلعب على التفاصيل الصغيره، هي دي مباريات التفاصيل الصغيره. وعندنا فعلا مدرب بنثق فيه ان هو قادر يكون قاري الفريق الخصم كويس قوي. وزي ما دايما بنقول انه يهمنا جدا طبعا الفوز بافريقيا، ويهمنا كمان انه يطلع المباراه بصوره تشرف اسم مصر، بصوره تليق باسم مصر. المباراه دي بتتلعب بكلمه السر، بس كلمه السر مش هقولها الا يوم الماتش. طب انا عايز اعرف النهارده نعرفها بره الهوا، بس المباراه دي الحقيقه، يمكن وده الحقيقه على لسان كتير من نجوم النادي الاهلي اللي حققوا البطوله دي وعاشوا لحظات صعبه كتيره جدا في نهائيات البطوله دي، مش بكلم حضراتكم على المشوار.